في بداية الحلقة مشتاقة لأمك جدا. من البارحة اليوم، إيش معنى من البارحة اليوم؟ جتني بالمنام. شنو كان المنام؟ أنا لأنه من هي ماتت ما شفتها. شلون؟ حاكي هذا الشيء قبل أو لا ما أتذكر؟ عندك ما حاكي، يمك ما حاكيته، بس بالبرنامج الكرسي حكيته ويا شيماء الأخت شيماء. إي فكنت حفلة برومانيا، كنت حفلة والوالدة توفت، خبروني قالوا لي الوالدة توفت وأني متهيئة لابسة ودا أريد أروح للحفلة قبل الحفلة، يعني تذاكر قطعة التذاكر وداخلين دا يشوفوني. ما قلت له لو الحفلة، ما قلت له الوالدة ماتت ما أقدر أغني، مشيتها وغنيت صدقني، ومن أروع الحفلات غنيت بحزن وغنيت غريبة من بعد عينك يا يما، بكيت على المسرح. قال لي ابو المسرح ابو الحفل شو شبيك اديبه؟ اشو جيتي كل مره تغنيها ما تبكين؟ ورا الحفله، ورا ما خلصت الحفله قال لي اشو كل مره تغنيها ما تبكين؟ ليش بجيتي؟ قلت له الوالده قدك عمرها، الوالده ماتت. قال لي لا يا اديبه، ليش ما قلتي لي؟ ليش ما قلتي لي؟ كان ما خليتك تغنين واعطيهم فلوسهم ويرجعون. قلت له لا لا لا، هذا رزقك. واستمريت سويت الحفلة؟ سويت الحفلة صدقني، وما قلت له إلا بعد الحفلة. من شنو مشاعرك؟ شو وقت أول مرة بكيتي عليها؟ هو بالبداية معروف صدمة تصير طبعاً، هو من قالوا لي مصادقة ما مصادقة ما بكيت ساري خالله، من قالوا لي ما بكيت ما مصادقة ما أدري إيش بيه ما بكيت. شو وقت بكيتي أول مرة عليها؟ على المسرح من دا أغني ذكرت والأغنية غريبة من بعدها أنت يمه. أنا ما أدري بتشيج ما أدري بتشيج ذلك حلمت بيها. شنو الحلم كان؟ إذا يأذيك تحكي. قالت لي لبسي أبيض، لبسي كله أبيض. قلت لها أوكي أمه. قالت لبسي كله أبيض وتعالي أريد أشوفك. يا ريت أول ساري، يا ريت، كلش مشتاقة لها. أنا ما أخاف من الموت، لا 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 لا، على الأقل شجاعة لو شبعتي من الدنيا. أنا شجاعة من زمان وما خاف من الموت من زمان. تعبتك الدنيا؟ أي أنا تعبت هواي بالدنيا بصراحة. تمنيتي الموت؟ مليان صرت فنانة، ندمت. ليش؟ خسرت قرايبي، خسرت قرايبي، أهل أمي وأهل أبويا كلهم يحاكون بعدهم لحد الآن. تصور خالاتي هسا أنت صرت يمهم باعتبار؟ هسا صرت يمهم. يعني يفوتون من يمك ما يسلمون مثلا؟ لا ما يجون البيت، مو هم بمنطقة احنا بمنطقة، ما يجون البيت. خسارتهم بصراحة، ودول عزوتي أهلي، ولو أهلي هسا اللي أكثر منهم العراقيين. هم العراقيين كلهم أهلي. صح. لا لا، عوضوني عن قرايبي العراقيين. أنا أبشركم أنتوا عوضتوني عن أهلي. صح. الحقيقيين أنتوا أهلي وأنتوا سندي. أنا دائما أقول من أعلق بالفيس يا أهلي وناسي. صح. وهاي صادقة بيها. صح. من صميم قلبي. طبعا أنا آسف، خلينا نأخذ فاصل تهيئي نفسك بي.